وزيد تتير لويلي شديري كلب فيش فرفاية فلاسك القراية جاية تليفون نحيدولك وليش يا بابا باش تقراي ولكن علب معه واحد شوية وبزاف او 30 نهار كامل وتيبعت او ما كتعيش وعافاك يا بابا كيف شافك نعم انت باش عندك من عمتي تاعي عندي 10 سنين ودابا كون راك تتعلم هي داخل اليوتيوب تشوفي كيفاش كيطيبو كيفاش كيديرو انت دابا مقابلتي هادشي لمصلحتك يا ويلي انا ودابا شو نطيب الدار كي دايره شو الكوزينه مقلوبه يا انا دابا شنو ندير وفاتك تلحق 21 عام تعال لك 20 عام ملي ملحقتيش 20 عام بقاو حنا ضايعين نتزوج 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 نجيب واحد تتعتع لك وما كاينش اللي غادي يبغيك حسن من ماماك وماماك الله يرحمها مسكينه ما كاينش اللي غيبغيك حسن من ماماك ها ديري في بالك هادي نجيب خدامة بقاو حنا نجيبوها في خدامات لعبي دابا تسعود غادي نجي نديلك التليفون سمعتيني تسعود خاصك تنعسي ولكن ملي غدير القرايه منو التليفون وانا غنمشي نجيبك خدامه الاميره صافي صافي مالك فوجك هنا ويلو مالك اشنو ويلو والو جي لك حل واش انا من لاك مندير ويلي بزاف شوريه سوريا اجينا مالك شفت شو ليش معشي ليا في الدار انا يا بلا مش نبقى نصرف عليك انا اخ خويا راك عارفني ما قارية ما عندي ديبلوم ما عندي صنعة اش بغيت ندير وانا وديت خرجت خدمي ضربي تمارة ما راه تقهرت انا يا خويا الله واش انا ملي خلاوني المراحم الله يرحمهم ما نفع نضرب شي تماره واسمحي لي هذاك الشيء تبدل القانون ديال المراحم المراحمات كلشي تبدل هذا وقت اخر سالينا بغيت الفلوس انا بغيت الفلوس طبي جراو لي من الخدمه انا صافي اللي شبيت علي صافي الدار لعبت زيري اختي ما عيشيش من اللعب ما عيشيش السلام عليكم سلمي على السيدة لاباس عليك شكون هادي ياك شي جبية خدامة هي خدامة شكون خدامة هادي شكون هي سميتها سولي على سميتها سميتي شهرية شحال في عمرك 28 شنو كاين لا تحقيق هادشي راهي هي اللي واش كنتي كتبغي تصاوي لها لاكارت ناسيونال معليش معليش اخويا البنية عندي ناضية تبارك الله عليها الله يخليها لك ايه هاتي كنتي خدامة حنا جينا خدامة صافي شنو جيبو تين شنو جيبو صافي صافي قولي لي هاك التيليفون شكرا ناضي سيري لي تبارك الله عليها عفريتها ناضية قولي لي نعم خويا انتي مو ملفش اش خدمي ايوا اش غنقول لك الظروف وصافي ماركك ما كاين بس انا مو ملفش نمشي شتي داك الموقف اللي لقيتيني فيه اول مره جيت معايا انا ساكنه في الدوار كاين ناس منيت حدا داك الموقف ايوا عندي واحد خويا اش غادي نقول لك ليلى يلاه وصافي ما خدام ما ردام قابل غير السريط والمريط وتا حاجه ما تشيط ولا قلت باغي نوض نخرج نخدم ونعطيه هو يبقى ناعس ايوا تشديت معاه وقال لك لا نوضي عري على كتافك وجيبي ما تاكلي ايوا واش غدير يا اختي واحد ما لقاك بواحد حتى انا ديما تنمشي تمايا مره تنجيب شي خدامه بحال ما هكا راك شتي كينان والبنيه امها مسكينه الله يرحمها مسكينه الله يولي برحمه الله الله يرحمها مسكينه كنا درنا واحد الكسيده الله ينجيك وينجي جميع المسلمين
ايوا مسكينه مول الامانه امانتو. انا كنت هرست واحد الهرسه صعيبه، يلا رجعت نزيد شويه و الدريه كانت خلينا مع واحد صاحبتها. ايوا الحمد لله ايوا صافي دير خلات عليا، ما بغيت اختي نتزوج باش ما تجيبش وحده تكرفص عليها، حتى وحده ما غتعاملها بحال ما. هذا هو اللي كاين، هذاك الشيء اللي كاين. وقول لي يا خويا، شنو دابا اللي غنشقى؟ شنو غنهز؟ شنو غنخمل؟ شنو عرفتي اختي؟ شو الكوزينه راه فيها شي مانات تمايا مسخين غزليهم، وهنايا في الدوش كاين شي حويجات في الماكينه ديال الصابون، تاهما دوزيهم. واخا خويا مرحبا، هو هادشي راه نفطيه وصافي صافي. مرحبا، ربي يكون خاطرك ان شاء الله. الله يرحم الوالدين. مرحبا صافي، نمشي نسبق الكوزينه هي الاولى. صافي سير صايب في لكم المعجب. شي حاجه؟ شنو تاكلوا؟ شنو؟ لا لا ما ناكلو والو، حيدين لنا هادشي هذا. وديك الساعه الدري راك عارف عزيز داكشي ديال بيت زيت. مرحبا يا مزيان هاد الخدامه هادي، عيلة تيتيزه. قولي لي نجيب لك شي حاجه تشربي حال سخون. ربي يخليك، خليني نسال نكمل الشقه. انت مرحبا. الله يودي، الله يجازيك بخير. شي حاجه بردي بيع على شقاي. اه واخا صافي صافي واخا. الله يا ربي. ايه حيد حيد، انا قلت لك شربي الليمون، عرفتك لك حين راه زيديني عليك. عرفتي شحال شربت انا ديال الليمون؟ والله خويا الا الصهد شوي شي الماء، شربي لي الفيتامين سي باش يعطيك الطاقه. ربي يخليك خويا، الله يجزيك شربي مع راسك، خليني نشرب الماء. شويه بحال حار، راه الليمون ديال الوقيته كيكون حار فيه المروريه الفالنسيا. شربي شربي راه زوين حنين. المهم انا في المرحله اللي خصك شي حاجه قولي لي. صافي صافي واخا يلا. واخا كان خاصني ميه. نزيدك شي كيس؟ لا صافي بارك عليا، ربي يخليك. شكرا. ويلي الحشمه، سكيت واقف ورايا وانا تكيت على الكيس. خويا، واه خويا اسم محمد. نعم. يا ربي نعم اختينا. نعم ما كتشوف شنو ماك خويا؟ عافاك شدني الله عندك السر، راه عندي الطونسيو كيطيح، واقيلا ثاني جاني داك المشكل. واخا عندك تكي شويه، ارتاحي راسك سيدي، غاب شويه لك، غاب شويه.
زيد 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 عب شوي عب شوي يارك عب شوي لاسي لاسي أجي عب شوي عب شوي عب شوي عب شوي زيد زيد دخل 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 سير 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 خير هذا الشيء اللي خاصني ندير لك قلت لك شنو شنو قلت لك شنو قلت لي سيمان اللي باقا القرايه التليفون نحيدو لك دابا لاعبي مع راسك انا علمتك بابا شويه ما الهضره وحده حنا كنا وكنكايسه ما يفوتش ايوا صافي كنت امك ما تخليكش تلعبي ما تخليكش تلعبي المره هذيك المره خليتني نلعب هذيك المره مره واحده ماشي ديما نوضي بركه نوضي باش تردي لي الهضره مرتاح دابا كيفاش داير الضمير ديالك بغيت نعرف ها شكونتي شكون انا انا الموت اللي غتجي تديك تكرفست عليا وتعديت عليا باش ربي ياخذ فيك الحق ولكن كيف ما قلت لك متنساش حتى انت راه عندك بنتك شيء هذا كتشوفو جهد ضامير فينا ها ميت شي بلاتي نهضر معاك انا ها ايش تي ربي مولاي واش تي جنية ولا شنو هو غدا نمشي نقلب عليها حتى تمشي قلب عليك هاديك تسكن في الدوار لا لا حتى انا ما كاينش عليا نتعدى عليها حتى الصح حتى الصح حتى انا راه عدي بنتي ما تعديش عليها غادي يجيب الله اللي تعدى عليا على بنتي حتى حتى ان شاء الله نمشي نفريتي توري توري شحال من تنتسنى فيك تما عرفتي داركم فين كاين نهضر معاك توري انا مزوق لك في الله سمحي لي توري صبحنا على الله وملائكه الرحمه اش باغي عاوتاني اش باغي اجي تتابعني حتى للدوار حتى هو ها بغيت تشوهني ما كفاتكش داك الحاله اللي درتي ليا بغيت تزيدني تنساني الشوهه توري راه ندمت على كل شيء راه والله حتى وليت مريض وليتي كتخرج ليا في المنام وليتي كتبان ليا في كل شيء وباش انا غادي ينفعني هذا الندم ديالك عا قول لي باش غادي ينفعني انا ها باش غادي ينفعني كحالتي لي وجهك وحالتي لي سعدي اش باغي عدي ها هي جايه عندك غنخدم ها واش انا ما لقيتها من خويا المشمكر اللي جالس ليا في الركن هذا خدمة انا رد ما باغي باغيني انا نمشي ما عرفتش ندير باش نجيب لي فلوس زتيني ستايا حشمتيش توري انا راه والله الا نادم انا نادم والله انا جيت باش نقلب لك باش نصلح الغلط ديالي والله العظيم الا مرت خدمة ما بقيتش كنمشي ليها النعاس بقيتش كنشوفها والله العظيم هذيك الكلمه اللي قلتي لي راه اثرت فيا راه دمرت لي حياتي راه الماكله ما تناكلش
تولي سمحي لي انا مزوف حياتي انا ما دمرتش انا جيت دابا نصلح الغلط ديالي اللي حكمتي عليا به انا معاك فيه والله باش نتزوج بك انا نتزوج بك ندير لك العرس وندير لك اي حاجه اسيدي راك جايه باغا نخدم باغا نتزوج بك ولا بغيرك اخويا ها صافي توري الله يرحمك والدي ما تزيديش عليا والله اش رحميني الله يرحم لك الوالدين خليني ارتاح انا بغيت نعس بغيت ارتاح بغيت نصفي رقبتي قدام الله سبحانه وتعالى والله شوف ولد الناس كنتي باغيني كما كتقول باغي تدخل الدار من بابها الهضره مع الرجاله خويا راك غتلقى لهي السلام عليكم سوريا سوريا فين اللي هي حدا النور قولي لي انت قابله قابله البلاد كي دايره هذا كيداير السلام عليكم السلام يلا خويا بخير بخير هاني لاباس نسولك لحظه مرحبا انت هو امير خو سوريا اش بينكم ماشي توري تسولني على توري اش خاصك اه سولتك اخويا راك سولتيني لاختي شكون انت تسول لاختي شكون انت اه تهدنا صاحبي راه باغيك في الموضوع يلا دوي يلا طلق اش خاصك دابا انا ما نكذبش عليك انا توري كنشوفك كتجي كتخدم مع واحد الناس حدانا و عجبتني وبغيت نبيش الحلال نتزوج بها اللي بغى يخطئ اللي بغى يتزوج كيجي هنا حدا اي نورو ورا بغيت نجي نفاتحك في الموضوع هذا باش نجي للدار ان شاء الله خويا جي للدار ومرحبا بك الله يحفظك اخويا سمعتي جي للدار ومرحبا بك صافي موافق اخويا موافق الله يحفظك الله يحفظك عرفتك والله قالوا لي الله يعمر دار والله شي قالوا لي عندك شي العاقه ولا والو كاينه شي العيب يلا بين لي غادي يهز معايا يلا دور تجي للدار يلا صافي الله يحفظك اخويا يلا الله يكرمك الله يحفظك يلا بيا لي امتى نجي وقت ما جيتي مرحبا الله يحفظك راه تسيني كنت نسين فيك نجي وحده بحال هادي كان طريقي بيان انا اللي ضيعته اندمتي انا